يوجد هنا فانتين واحد، معناها واحد فانتين تساوي واحد فرنك. يوجد فرنك في دول أخرى مثل فرنسا والسعودية وسويسرا ودول أخرى. في المنزل نقول واحد فرنك. الدرس 15 سيتكلم عن العدد 1000. نتذكر 1000 فرانك، 1000 فرانك، 2000 فرانك، 1000 فرانك، 2000 فرانك، 2000 فرانك، 1000 فرانك، 1000 فرانك. خمسمائة فرانك، 10,000 فرانك، 10,000 فرانك، 500 فرانك، 5,000 فرانك، 20,000 فرانك، 500 فرانك، 2000 فرانك، 2000 فرانك، 50,000، معناها 50,000 فرانك. هذه 200 دينار، معناها 200,000 دينار. 20,000 فرانك، هذه 20,000، معناها 20,000 فرانك. هذه 100,000، معناها 100,000 فرانك. هذه 100,000، معناها 100,000 فرانك. هذه 20,000، معناها 20,000 فرانك. عشرة آلاف فرانك، 5,000 فرانك، 2,000 فرانك، 1,000 فرانك، 500 فرانك، 500 فرانك، 1,000 فرانك، 2,000 فرانك، 5,000 فرانك، 10,000 فرانك. الحساب الذهني، البحث عن متممات إلى مضاعفات العشرة. هناك معلومتين، أولا معلومة مضاعفات العشرة، والمعلومة الثانية المتممات. معلومتين. الآن ما هي مضاعفات العشرة؟ مضاعفات العشرة هي 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. أحسنت. من هي المضاعفات فوق 20؟ 30, 40, 50. أحسنت. فوق 100؟ 110, 120, 130, 140. أحسنت. فوق 260؟ 260, 270, 280, 300, 310. أحسنت. فوق 780؟ 780, 790, 810, 820. جيد جدا. المتممات، أنا أعطيك عدد وأنت تعطيني متممته. الواحد، ما هو متممه إلى العشرة؟ 9. 2. 8. 3. 9. 3. 6. 3 بإصبعك، بعشر أصابع.
اجعل أسرع عصبة في يديك. سبعة. نعم. سبعة. أربعة. ستة. خمسة. خمسة. ستة. أربعة. سبعة. ثلاثة. ثمانية. اثنين. تسعة. واحد. والصفر متممه؟ عشرة. نعم، متممه صفر نفسه. أنا أختار لك العدد وأنت تعطيني متممه إلى مضاعف العشرة. مئة واثنان وخمسون متممه. من هو مضاعف العشرة الذي أمامه؟ مضاعف العشرة الذي أمامه مئة واثنان وستون. لا لا، مضاعفة العشرة قلناها، مضاعفة العشرة منذ قليل. مضاعفة العشرة. لا أفهم. من هي مضاعفة العشرة فوق المئة؟ مئة وعشرة، مئة وعشرون، مئة وثلاثون، مئة وأربعون، مئة وخمسون، مئة وستون. ما هذه الأعداد هي مضاعفة العشرة. من تختاره فوق المئة واثنان وخمسون؟ ما زلت لا أفهم. جيد، لمضاعفات العشرة. هنايا كتكون تمية، مية وعشرة، مية وعشرين، مية وثلاثين، مية وربعين، مية وخمسين، مية وستين. أين هي، أين تقع المئة واثنان وخمسون؟ أين تقع؟ هنا. بهنا. نعم. هنا بين المئة وخمسون ومئة وستون. نعم. بين 150 و 160. إذا ماذا أقول؟ 152 160. الجواب هو 160، أضيف له 8. 152 160. العشرة أتمه أضيف له 2، أضيف لها 8. كما كنا نتدرب منذ قليل. لو كانت 153 160، 154 160. هذا متممه إلى مضاعفات العشرة. مضاعف العشرة هو هذا. هذا 152، 153. العدد الذي أمامه مضاعف لعشرة هو 160. 217. ثلاثة. لا، 217. من هو متمم، من هو مضاعف العشرة متممه إلى مضاعف العشرة؟ من هو مضاعف العشرة الذي هو أكبر من العدد؟ 220. أحسنت، قصدك أنت هنا ثلاثة. 217 زائد ثلاثة تساوي 220، و 152 زائد ثمانية تساوي 160. 999. ألف. جيد جيد. وعندما أقول لك 630. 640. لا، نقول نفسه 630 نفسه، لأن زائد صفر صفر أضيف له صفر، والواحد أضيف له تسعة، والاثنان أضيف لها ثمانية، والسبعة أضيف لها ثلاثة، والتسعة أضيف لها واحد. إذا انتهى الحساب الذهني. اكتشفوا، هذه عناوين كتب عرضت على رف المكتبة: قاموس حيوانات أليفة، قصة، حل المشكلات. أرادت سلمى شراء القصة والقاموس وكتاب حل المشكلات. ما هو ثمن الكتب التي اشترتها سلمى؟ أرادت سلمى شراء القصة والقاموس وكتاب حل المشكلات، القصة والقاموس وكتاب حل المشكلات. نجمعهم نجدهم 999. ثمن الكتب التي اشترتها سلمى 999 دينار.
هناك نكتة، هو قال أرادت سلمى شراء، ثم يقول لك ما هو ثمن الكتب التي اشترتها سلمى؟ هي أرادت، من قال لنا أنها اشترت؟ من قال لنا أنها اشترت؟ ما هو ثمن الكتب التي اشترتها؟ هو قال أرادت، ربما تراجعت، أرادت ثم اشترت سيارة. إذن هنا الدقة الرياضية مطلوبة، وقال أرادت شراء، من المفروض يقول اشترت سلمى قصة وقاموسا وكتابا لحل المشكلات. السؤال الآخر، لدفع ثمن الكتب أعطت سلمى للبائع الورقة النقدية المقابلة فأرجع لها دينارا واحدا، ما هي هذه الورقة النقدية؟ 1000 دينار. 1000 دينار، والمشتريات 999 دينار، يبقى دينار واحد أرجعه لها. لاحظ الجدول المقابل ثم اشرح كيفية الانتقال من 999 إلى 1000، هو نفس الكلام الذي كنا نقوله، احتفاظ فقط. 999 زائد 1، 9 زائد 1 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 9 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. 1 زائد 9 10. أكتب الصفر وأحتفظ بالواحد. ثم الواحد زائد لا شيء، إذا هنا هنا موجود صفر، وهنا موجود صفر، وهنا موجود صفر، أصفار مساعدة. نفس العملية التي كنا نقوم بها سابقا، فقط هناك 3 أرقام هذه المرة، كنا نقول واحد عشرات مئات، اليوم سنقول مرتبة الآلاف، منزلة جديدة، منزلة الآلاف، أحد عشرات مئات الآلاف. هناك ملاحظة جانبية لا بأس أن أقولها في هذا الدرس لأنه شرح للدرس، هنا احتفظت بعشرة واحدة، وهنا احتفظت بمئة واحدة، وهنا احتفظت بألف واحدة، لأنني أقول 9 وحدات زائد 1 10 وحدات، 10 وحدات هو 1 عشرات، ثم أقول 9 عشرات هو 1 عشرات، 10 عشرات، 10 عشرات هو 1 مئات، ثم نقول 900 و100، 10 مئات، 10 مئات هي 1000، هذا قلناه فيما سبق. إذن هذا الواحد وهذا الواحد وهذا الواحد ليس نفسه، هذه 10، هذا الواحد معناته 10، وهذا الواحد معناته 100، وهذا الواحد معناته 1000. أعد، هذا الواحد معناته 10، هذا الواحد معناته 10، 10 واحدة، 10 واحدة، وهذا الواحد معناها 100 واحدة، وهذا الواحد 1000 واحدة، 1000 واحدة. إذن ما يهمنا هو طريقة الجمع، الطريقة القديمة فقط، هو امتداد نفسه الطريقة القديمة التي كنا نعمل بها. اكتشفوا أنهيناها، انجزوا. أولا، التمرين الأول، كرمت البلدية المتفوقين في امتحانات نهاية السنة. امتحانات نهاية السنة هناك 3 امتحانات، ابتدائي متوسط ثانوي. ابتدائي سانكيام كاتريام أو البيام شهادة تعليم متوسط، وبكالوريا معروفة، هذه هي التكريمات عندما ينجح التلاميذ، تكرم المتفوقين، تكريم المتفوقين في نهاية السنة، جوائز أو رحلات أو معروف، هذا التكريم بشكل شهادات، التكريم معروف. وزير التربية الوطنية تكرم الناجحين، معروفة. هذه كانت الأولى وطنية في البكالوريا، اسمها خولة بلاسكا، العام الماضي كرموها لأنها صاحبة أعلى معدل في الأعلى معدل وطني. الآن الابتدائي 540، 320، 140، ما هو عدد التلاميذ المكرمين؟ هو هذا زائد هذا زائد هذا. عموديا هناك مرحلتين، نضع العملية ثم نجريها، نضع ونجري. نضع العملية
الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، بهذا الشكل 540 320 540 320، 140 140. هناك مرتبة جديدة نستعمل أصفار مساعدة، مرتبة الآلاف، تصبح 0 زائد 0 زائد 0، 4 زائد 4 8، والاثنان 10. أكتب الصفر، أحتفظ بالواحد. الواحد والخمسة 6، والسبعة 8، 6 7 10. أكتب صفر وأحتفظ بالواحد. الواحد والصفر 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 هو واحد. عدد التلاميذ المكرمين هو 1000 تلميذ. هذا هو الجواب. بالنسبة للعملية أستطيع أن أختصرها ولا أكتب هكذا، ولا أكتب هذه، هذه كلها لا أكتبها. لو أعمل هكذا صحيح، لو أعمل هكذا سيكون الجواب صحيح، لو أكتب هكذا يكون الجواب صحيح هكذا سيكون الجواب صحيح. تستطيع إظهار الصفر المساعد هكذا صحيح وهكذا صحيح، نحن اخترنا هكذا. انتهى التمرين الأول. التمرين الثاني، انقل ثم أكمل بالعدد المناسب. 900 زائد ماذا يساوي 1000؟ 1000 عندما أفككها هي 800 زائد ماذا زائد 60؟ 600 زائد ماذا تساوي 1000؟ هناك فكرة في هذا الجزء نتكلم عنها. العملية الأولى هي 600 زائد مجهول يساوي 1000. الـ600 نستعمل فكرة الـ600 بأصابع اليد، 100 200 300 400 500 600. هذه 600، 600 هي هذه، هذه 600. كم تبقى؟ 100 200 300 400، تبقى 400. 600 زائد 400 يساوي 1000. هذه العملية الأولى. هذه أصعب عملية نؤجلها، وهذه 900 زائد ماذا تساوي 1000. 900 زائد ماذا تساوي 1000، هذه سهلة نبدأ بها. 900 أصابع اليد، 100 200 300 400 500 600 700 800 900. 900 هي هذا، هذا كله 900، هذا 900. ماذا أضيف لها حتى تصبح 1000؟ ماذا أضيف لها؟ أضيف لها 100، لأن كل واحد 100 100 100 100، إذن أضيف لها 100، فأقول 900 زائد 100 تساوي 1000. هذه بالنسبة للعملية رقم 3. نأتي الآن إلى أصعب عملية، وهي هذه العملية. ألف كيف أفككها؟ التفكيك، هذا جمع وهذا جمع وهذا تفكيك، لهذا كانت صعبة. هذا جمع وهذا جمع، هذا تفكيك، تفكيك الألف. هناك طريقة ذهنية. ألف ناقص 800 200، 200 ناقص 50 150، ناقص 10 140، وتقول هنا 140. هذه عملية ذهنية. نستطيع أن نكتب، أن نكتب بهذه الطريقة. لاحظ معي، نفتح الأصابع،
الألف هي عشرة، عشرة ألف، مئة، مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانمائة، تسعمائة، ألف. هذه الألف هي هذه، هذا هو تفكيك، تفكيكها إلى مئات. أين هي الثمانمائة هنا؟ أين هي الثمانمائة هنا؟ الثمانمائة هي هذه، الثمانمائة هي خمس أصابع، ست أصابع، سبع أصابع، ثمان أصابع، هذه الثمانمائة، هذه الثمانمائة، الثمانمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانمائة، هذه الثمانمائة، الثمانمائة هي هذا. تبقى الآن مئتين، مئتين كيف نفعل؟ مئتين، الثمانمائة هي هذه، والمئتين هي هذه، مئة وأربعون، مئة وأربعون، الستون زائد أربعون مئة، والثمانمائة زائد مئة تسعمائة، تسعمائة والتسعمائة والمئة يساوي مئتين. أنا ماذا فعلت؟ الثمانمائة جعلتها هكذا، والستون جعلتها هكذا، كيف أتم الستين؟ أتمها بالأربعون، فيصبح عندي مئة، تنقصني تسعمائة، كيف أتمها؟ أتمها بالمئة، ثم جمعت هذا اللون المختلف، أصبحت مئة وأربعون. إذن هنا في الرسم كيف تقول؟ الستين هي هذه، هذه، هذه مئة، وهذه مئتين، الستين هي هذه، هذا جزء ستين، فماذا يبقى؟ يبقى أربعون هنا، وتبقى مئة هنا، مئة وأربعين. هذه طريقة للشرح. الجواب هو هكذا، نجيب بهذا الشكل، نقسم العمليات. الجواب الأول والجواب الثاني والثالث بهذا الشكل. نأتي الآن إلى تعلمت. تعلمت الألف هي مرتبة من مراتب الأعداد بعد الوحدات والعشرات والمئة. مئة، مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانمائة، تسعمائة، ألف، هذه تساوي ألف. مثل ما قلنا في النقود، هذه ألف دينار وهذه مئة دينار. مئة، مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانمائة، تسعمائة، ألف. نستطيع كتابة تعلمت بالنقود بهذا الشكل. المئة هي هذه، والمئة هي هذه، مئة، مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، الخمسمائة والخمسمائة تساوي ألف. هذه هي نفسها هذه،